تلي شو. طيب سامحوني نسيت روحي قعدت نشطح وناس اللي عندي برنامج وعندي ضيوف يلزمني نقدمهم. وتوا الانفيتي نتاعنا منين ندور ويدور صحفي منشط كرونيكور هو مثقف عصام يكون روحه بروحه باش نحكيو معاه على كتابه جديد اللي كتبه كتب كتاب على تونس سماه تونس السكرانه باش نس شو معاه شوفوا معاه تو باش يجيب شوفوا معاه شنو احواله فاقت مازالت مثموله شنو نستقبلوا مع بعضنا ونحن السعداء باستقبال حسن بن عثمان. حسن اش قولك في الاستقبال ساعة؟ اولا قبل الاستقبال نكون اصدقائي كلهم تقريبا ونسلم عليهم فردا فردا وفردة فردا ولكن يا لطفي ما فهمتش اش معناه وين ندور وين ندور قلت فلان الفلاني وين ندور ويدور انت كيفاش فهمتها ساعة؟ يا اخويا انا اسمعني هي عندها زوج وجوه يعني الفهم الاول التوانسه كيقولوا على واحد وين يدور ويدور معناها حكي وحراري معناها لابس عليه شغيل على روحه واموره مريقل والغشاشين التوانسه مش كيما سيادتك ظهر لي يعني يبدو فما غشه في الحكايه انا ما نصورش تقصد هذا انا ما نصورش كان غشه في الحكايه خاطر سينوره هو معناها كي شافوا الضيف فهموا غشه ولا انت ما نجموش تكون غشه لانك رجل متمكن من مهنتك صحفي انسان يكتب عنده الكلمه الخمسه سته سبع سنين الاخرين هذوما الى ماركي لتونيزيان بكلمات قالهم يعني مش بارك نلعب الله فيك وشفناك في عديد من المواقف المقدمه نتاع سيادتك ملغمه شوي اش معنى المقدمه نتاعي؟ المقدمه يعني حكم علي لا ريتك تحكم علي نحكم عليك روحك يا اخويا انتم مجموعه البلديه يا اخي يا اخي اللي تربيتوا في الحوم العربي عندكم قدره على التصرف في اللغه يعني انا مانيش بلدي ولد بلاد مالها شو فرق ما بين البلدي والبلاد انت بلدي من البلاد لا فوالا فتعرف شنو الفرق ما بين البلدي والبلاد خاطر قلت لي عصامي زاد اي عصامي مع عصامي معناها اوتوديداكت كون تروحك وحدك معناها خي فما انت يعني تتصور كاتب في الدنيا مثلا ابو القاسم الشابعي عصامي ولا عظامي المتنبي عصامي ولا عظامي محمود درويش هاو مات هنا كان في تونس شاعر فلسطيني كبير عصامي ولي. محمود المسعدي يا سيدي كاتب كبير عصامي تسميه للتعظامي انه كتب اشياء على غير مثال وبلا نمط اذا يصبح يعني كاتب هذه عصامي هي تستعمل على سبيل كانه واحد يعني معاق كي نقولوا فلان معصامي يعني اونديكابي مثلا لا هو فما شكون يستعملها باش ينجم بتيت باش ينقص لك من قيمتك لكن فما اللي يستعملها باش يولي لو ميريت نتاع الانسان اللي تعب على روحه صحيح. وما فماش كان مثلا خاطره قرا باش ولا ما لغه ما فما لغه سامحني ما فما لغه يلزمك تقرا فما مثلا صحافي يقولوا له انت ما قريت الصحافه هو صحافي متميز عليه هو نحن عندنا عقليه مثقف كيف كيف عندنا عقليه او ذهنيه يا لطفي عقليه متكلسه وبهيمه حشاك ونحن نقيس يعني بما عندنا نحن من مقاييس رثه وهي وصلتنا وين وصلتنا تو نحن يعني فما يعني ممارسات يعني في الدنيا ما تنجمش تخضعهم لمقررات معينه هي تتفوق بطبيعتها ونحن يعني نريد ان ننتصر او نهرب على كسرنا بمثل هذه الممارسات ونعرف ونعرف العقليه ما فما نوع من الحقد الاكاديمي يشوف روحه قرا 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 كتبيب ولا كمهندس ولا كفنان ممثل ولا كصحفي او ككاتب وبعد يجي واحد ما قراش يتميز عليه تصير هذيا تصير في مش معناها ما قراش فما واحد يعني يوصل يعمل حاجه وما قراش يلزمك تقرا ما تقرا بالطرق غير المعهوده والمسالك يعني غير المطروقه يعني تقرا قراءه استثناء والعصامي هنا سواء كان يعني في رجال الاعمال او في رجال الاقوال والاموال هو يعني من يخط طريقه كما قلنا على غير انت من رجال الاقوال ولا الاعمال؟ والله يا اخي شو نقول لك؟ أنا من عنفة يعني يعني نحاول 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 في تونس رجال الأقوال يعني مكبوب ساعتهم حشيك رجال الأموال هم كل شيء كي يظل عندك من رجال الأعمال أنت تشري رجال الأقوال ونساء الأقوال زي هي ما رجل الأعمال كي عم فلوسي ولا يحب يصحب رجال الأقوال
والله هذا كان يظل عنده شوية من الرهافة الذاتية، ما يعني أغلب رجال الأعمال كيظل عنده فلوس يصحب واحدة جميلات، شيء جميل يعني جايب شعر يعني يزمر بيها ويعني قصاص وروائي على كل حال. نحن مريناش، وثم عندنا سمعني أنا نشوفك عندنا رجال أعمال يخلي أوه الله مصلي على النبي، عنده مستوى من الـ من الـ من الـ من الـ ماذا أدري، لأنه ربما هؤلاء الأثرياء الجدد في تونس يعني هم لا ينشرون إلا البهامة والغباء ويعممونها فقط. أنا توا شفتك لريناهم يعني مولوا كتاب، لريناهم مولوا شعراء، لريناهم شراوا كتاب ولي رواية ما قراوش. أي معناها زادة تقول أنت فما السؤال راه مش مهاجمة، فما كتاب وشعراء تحس اللي اليوم رجل أعمال يقول يا ملا كاتب ملا دنيا ذي بشنو نكسر به الدنيا ونمولوا؟ أولا يعني هي قبل ما أنت كان جا عندك برشا فلوس شكون تمول من الكتاب؟ ها سؤال. أي أنت رجل أعمال عندك مليارديرات شكون تمول؟ يا ودي في تونس خاطر ساهلة الترمية معنا يا حبيبي اسمعني عايش خويا الغالي بربي اسمعني راهي موجع الحكاية. راهو في تونس حبيبي عندنا ناس وعندنا كتاب وعندنا أسماء ممتازة ويوزنوا عربيا، لكن ما يعرفهم حد من الميتين. انت ادخل هاو وتحداك، ومش انت ورجال الاعمال، انت وزاره الثقافه نفسها يا اخويا. امشي لاي يعني معناه مكتبه وطنيه واشري كتاب حسن نصر مثلا او مزال عايش، واللي علي الدعاج، واللي العربي الكباد، واللي محمد اندرشكون، واللي غيره. يعني يا اخي ما عندناش نحن في تونس هلا يعني تكتب معناه مرقيت مثامر يا ودي. أنا مرة في وزارة الثقافة يعني قال لي تكتب قسم، أنا يعني واحد يعني مريش يعني فاضي شغل ما شنو تكتب قصة ورواية كيفاش مخور وفاش تعمل؟ البوست الأخراني بتاعك على الفيسبوك استدعيناك نحن وكلمناك، قلت أنا ماشي لطفي العبدلي، فما قلت فما شكون استدعاني ما مشيتلوش خاطري خلينا نكمل لك. ولكن مرتي قالت لي ما تمشيش. ما هي يعني تخاف عليا زاد، هي كي تقولي ما تمشيش ما يتخاف لا يعملوا لي كيفاش انت قلت يعني يدوروا يدوروا الدور ولا خال ما تخاف عليا لا يدورون ما شنو فهمتني. بحد الان ما دورناك صفا. يا ربي تصبر يا ربي تصبر. هاو بحضر يا ناس يا اخويا نستنجد انا باهلي. انت راجل تعرفت، انت راجل معروف انك في الساحه الثقافيه التونسيه كصحفي وروائي، لكن للعموم للعباد للمواطن نعم. اللي ما يعرفش تعرفت اكتشفناك نهار 14 جانفي في الصباح خرجت وقلت مازال رو بن علي ما خرجش مش الصباح يعني بعد الظهر بعد الظهر لكن مازال 35 مازال بن علي ما خرجش مازال ما خرجش خاطر العباد يقول لك تي ما وقالها ساعه قبل بن علي. بن يعني علي بيدو الساعه ذيك ما في بالوش باش يخرج قبل بساعه. يا ودي كي اسمعني انا قلت بن علي مات. انت بن علي بن علي, علي مات. بارك الله فيه ويرحم والدي صدقني يرحم والدي وبارك الله فيه صدقني كي سمعني انا قلت انا مات صدقني اللي هو مات توفى توفاه الله وهز روحه ومشى يرحموه يعني باقل تكاليف. على مقصود بها بن علي مات انت خرجت تقصد نارت نارت في حالتك وعيك عادي شنو انا والله ما نعرفش على ابوه انا وعي وقتاش يكون عادي وقتاش يكون مش عادي. انا هذه برشا ناس يسالوني فيها ما هو لانه يعني طلعوا لي كتلا قال لك سكران يعني ديما 24 ساعه يعني انا فاقد المدارك مازال سوبوزون سكران. فما اكزومبل يقول لك لا فيريتي سور دو لا بوش دي زونفون اي دي زوفران دي زيفران والمجانين والمجانين لي زيسو سكار سكارجي لي زيفران لي زيفران. هل انت وقتها معناش معناها بوعي خممت فيها باش تقولها ولا مستحيل يا لطفي مستحيل خممت فيها لحد شيء. انزلق الحديث بيني وبين الاستاذه جميلة الماجري رئيس اتحاد الكتاب وقتها واحدة من جميلات جميلة الماجري اسمها جميلة الماجري شاعرتنا كانت رئيس اتحاد الكتاب وجاية لابسة يعني معناها فيست بنفسجي ولون البنفسجي خوك عندي قلب ينبض له كثيرا وانزلقت الأمور ويعني نلقى روحي فجأة يعني هرب بي الكلام وقلت بن علي يعني هي بدت برغم حبك لبن علي نتيجة يعني حبي يعني انا مانيش قيس وليلى يعني شو حبي بن علي هذاك رئيس جمهورية انا عندي الحب لك ولا انتم برشا ناس يعني تدخنون العواطف انا راي عواطفي هذه نستعملها في في, في 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 الاماكن بعد ما نطفي الثوره ما عنديش علاقه معايا شو حبيت علاقه يعني
يعني انا بن علي يحترم مش بيه رئيس دوله نتاع تونسيه شد البلاد هذه 23 عام و23 عام نعيطوا له سيد الرئيس واحد يمشي في ثنيه يظل يتلفت يطلعش الرئيس من هنا ولا يطلع ليش من غادي يخزر الملايات يثبت اموره يعني مش راهو انتم توا هكا يعني انتم قاعدين تسخرون بها هذه الامور يا حبيبي وامور جاده شنو قد من يسخر بهذه الامور مش قلت لك انت لا انا راني مادام جبت عبد كيفك انت مثقف ويعرف يحكي على الامور سيسير باش نحكيوا على امور صعيبه ودقيقه بلغه مرحه وبلغه يعني باش نسهلوا البسط الامور لانه المواطن اليوم يحب يتفرهد في نفس الوقت لكن يحب يعرف حقائق ماناش اخبار نحن نعم نعم وماناش في دوكيومونتير نحن مع انسان طريف هذاك علاش نحبوك لكن في نفس الوقت زاد نحكيوا على عمليه نحكيوا على عمليه انتحاريه انسان كي قال كيكا وقتها كان ما خرجش بن علي راك مشيت مقروض راك مشيت انا مسحوق مسحوق تعرف المسحوق اي راك تحيه انت والميكرو وقت الجميله اللبسه البنفسجي وراني وقع ترويجي هنا وهنالك هنالك بعد ما عملتها صار لك وين وعيت قلت ش عملت عمله كلبه شنو صار تخبيت صار بالضبط بصراحه والله يا اخي هي هو البرنامج السارق 10 دقائق على المباشر بث مباشر هو عيتونا يعني تحسي الحكايه بطويله مهمه لانه الناس تنسى في الناس يا ولدي نهار 13 ليله 13 جانفي انا مخبي ليله 13 جانفي جيت 13 جانفي ليله 13 جانفي بعد ما عمل بن علي الخطاب نتاعو هكا ولا انا فهمتكم انا فهمتكم هو يروح يضرب الميكرو وندري شنو هكا ولا ويتكلم بالدارجه هكا ولا اذا يعني الحكماء نتاع التلفزه قالوا نجيبوا حسن بن عثمان لا الحكم نتاع قال نجيبوا مثقفين جابوا ترحم مثقفين بلاتو نشطوا فلان وفلتان من عباقرة نتاع التنشيط شكون؟ ما نعرفش عليهم انا هاكم موجودين هذا موجود الموضوع هذا بن علي عجبته القديمه نتاع المثقفين مو المثقفين يصلحون لمسح الاوساخ واذا كلمونا كثيرات كثيرا كثيرا ويعني من غدوه قالك خل نجيبوا انا القاتو هذا نعمل ضريبه اخرى يعني واحد جابوا المثقفين على راسهم لي. انا بويسك يعني معناها التلفزيون القناه هذه قناتي انا خدمت فيها كثير من المرات ونعرف الرواج نتاعها الكل حد اصدقائي قلت لهم الاولاد حتى حد ما يدخل خليني انا الاول ناول الاستاذه جميله الماشي وكان يدير الحصه وديع بالرحومه ولد خالي وديع هو الذي ضمن لي قال لي روح تكون مباشره وبالحريه المطلقه مباشرة بالحرية المطلقة قلت هذا نعيم نحن نفتقده خنزر ونشوف بدنا نتحدث أعطونا من الأول يا لطفي استدعونا على مضتاثة باش يعطونا البلاتو هم تعرفك النهارات قبل ثلاث أيام سي عبد الوهاب عبد الله نحوه بن علي نحيه كي نحي عبد الوهاب عبد الله ما الذي يحدث عبد الوهاب يعرفنا كل يعني أصبح المسألة سالكة وانا نهار 30 ديسمبر 2010 في قناه نسمع عملت حصه خطيره اعتبرها بن علي طعنه في ظهري، حصه خاصه على سيدي بوزيد. تقلبت عليها الاعلام العالمي. قال اذا يعني هذا النظام بدا يحسن في روحه ويغير في 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 عقليته وتصرفه مع الاعلام. ولكن بن علي اعتبرها كذا وما عاودوش يبثها وانا يعني سيبني ولد القروي لمصيري المنحوس. وسيبوا علي ابو بكر الصغير هنا توا شاد قناه الجنوبيه مع العجرودي هو اللي كان خطير في عهد بن علي وقتها في البريود هذيك ماهوش انه الفنان والناس اللي تكلمت ما كانوش خايفين انهم يحطوهم في الحبس بالعكس كان يحطك في الحبس يعمل منك بطل هما كانوا يبعثوا الميليشيات نتاعهم صحيح هي تتصرف واليوم انسان كيفك انت ولا صحيح. انسان كيفي انا ولا صحيح. اي واحد الناس ايش يعرفوا علينا؟ يعرفونا مهمشين كيف قلت لك تريف 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 معناه كراكوز اي كراكوز ومهمش معناه اليوم كي يلقاوك انت ولا انا ميت ولا الناس اللي تكلمت صحيح ويحطوا لك شويه زطله ومعاك بنيه دايخه يرحموك مكان الجميلات الاخرين اش باش يقول الشعب التونسي؟ اي والله فسيت مش ماتوا في مشكله يا ودي المنابر الاخوانجيه نتاع الكون كي كانت عندي انا موقع في هذيك ويكيبيديا دوبا جاو الاخوانجيه موضوع دخل الاخوانجيه يا ودي مهيمنين على الدنيا يا ودي هذا تنظيم يا ودي نحكي معك انا بن علي اسمعني عايش خويا اسمعني انا انا هذا اختصاصي هذا اختصاصي يا ودي نحكي معك على كاتورس مدخل الاخوانجيه والله السيد هذا نحن عملنا كاتورس وهما جاو يعني قطفوا الغنيمه وزال كل حبوا يطمسوا الناس انا سموني سكران وروجوا لي يعني الاخبار اللا اخلاقيه هؤلاء المجرمون
ما انا معلش ربي يطيح فيهم ويدمرهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يزيد يدمرهم. تحكي عن النهضه؟ النبي واله. تحكي عن النهضه؟ على النهضه تحديدا. لما شنيا نحن ما نعرفوش نهضه، نعرفوا الاخوانجيه. النهضه لم نستبن بعد ما هي نهضتها، هي كلمه الان مسروقه مركبه على الاسلام السياسي. هاو قال لك النهضه بعد ما وصلوا للحكم. اي تزيد تاكد لهم كلامهم، تخرج كتاب تونس السكرانه تو. تونس السكرانه لانه اريد ان اجادلهم فيه، لانهم هما السيد هذايا اللي جاء وكانوا يسبوا في بورقيبه ويسبوا في تونس ويعتبرونا كفار نحن الكل. من بعد جاء قال لك يا اخويا المساجد، قال لك رشد غنوش، هاش قال له؟ قال لك الخمرات، البارات تجاور المساجد. يا ربي بلا خيرات ولا نعيش فيها الا ايه. وكاش عملت باي فكره عملتها يا محترم؟ ثم جت رينا كش اسمها هذيك محرزيه العبيدي، وهي بنت شيخ في قرنباليا، داخله يعني تدشن في مصر نتاع الشراع. يا اخي ذبتونا رواحهم العباقره هؤلاء. اسمع اسمع اسمعني 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 والله العظيم اهم نقول لك، انا يستحيل يا لطفي اللي كان ما يجوش للرسمي والصحيح ونكلموا بعضنا برجولية. شوف ما تنجمش اليوم معناها النهضة كحزب سياسي مش دافع عليهم راهو، بالعكس تحاسبهم على أساس أنهم هما معناها هما يمثلوا الإسلام والدين. هما دعاوا لا نحاسبهم بما حاجة بأدبيه. أسمع وحاسبهم بأدبياتهم. هؤلاء أنت تحكي عن المرأة التونسية، يعني سوقوا صورة يعني فاجرة وداعرة ومو مثل المرأة التونسية. كن على يقين بالنصوص. تعاود يكتبوا يقولوا بلاد بن علي وبلاد بورقيبة المرأة فيها فاسد، والمرأة تخرج عريان، والمرأة ما عندهاش الشرف. هذا هو الصورة اللي يروجها لدى العرب والمسلمين على تونس. ما شو تتصور هذا يحب نسهم لهم؟ شبيك يا ولدي؟ لكن أنا نحب نعرف يا صاحبي. نتجاوز الموضوع كيف تحب. لا خاطر انا دخلت بعضي، كنت نحكي معك على السار لك، كنت هارب في الكهرباء بعد قلت لي يا ودي نحن السار يا ودي نحن بن علي. بن علي يرحم والديه مشى يا زينب. لا يرحم والديه خلينا نتكلم. انا يا اخي دبر علي، انا ترحم له على والديه. بن علي يرحم والديه ذهب ويعني انقذ تونس من حمام دم. جاوا الانذال يعني دعا. يعني انا جاني الوحيد اللي سالني على الموضوع. فما ناس قالوا لي انت تابع المخابرات الامريكيه، انت قالوا لي بنسق مع المخابرات الامريكيه في بالك بالمعلومه. تصوره قالوا لي انت في بالك بالمعلومه، ولذلك يعني عندك روابط خارجيه او خفيه او داخليه او خارجيه. اي ما كلمك حد انت من امريكا نهارتها؟ والله للاسف نهارتها انا تليفونات الساتلايت بتاعي ما يخطفش، مش موجه لامريكا موجه لروسيا. شو قال لك؟ مش كي جي بي؟ قالت لي نحن طلعي على اوباش وكل الاحياء. يعني جاوا ابونا يعني معناها حزونا حتى في هالقوله هذه. وضا يقول لحياته انا قبل ما يشدوا ويتهيموا الاخوانجيه، انا كنت نخدم في نسمه. طردوني من نسمه الاخوانجيه. راي الاخوانجيه نحكي لك، شراوا نسمه وشراوا دل القروي وطردوني. الو اسمع فيا حبيبي شنيا توا يا ودي؟ ما خلناش نتكلموا على الموضوع هذا. راهو يعملونا في قهرة متواصله في البلاد وفي تونس وكذا وكذا. باسم ماذا؟ قال لك باسم التوافق والنفاق. هو الحمد لله تو بدا ينفك هذا الـ هذا الـ هذا هذا الزواج غير الشرعي ما بين شكون وشكون. ما بين النهضه والنداء ان شاء الله يا رب. خلينا نثبتوا عاد وثبتوا شنو الثلاث سنين جابونا، شنو الخنات اللي جابوها لنا؟ ما شنو؟ باهي انت 2011 قلت بن علي مات معناها بمعنى السياسي. اليوم شكون قاعد تحيي في السياسي اللي عندنا؟ شكون توفى؟ والله الحي الوحيد هو الباجي خالد السبسي، الاخرين كله توفى. كله توفوا على بكرة يبيهم. يا ودي ريناهم نحن الاخر الاول لنا فضايح. هذاك شو اسمه؟ الباجي حي. الباجي الوحيد الحي. لو سؤال اخزر لي اخزر لي. جاب الاخر هكا الاخر وزير الماليه واللي وزير البنك بتاع تونس هذاك. تقول الباجي حي تسمعني تسمعني تسمعني. يسبوا فيه في وقت الرئاسه، قالوا له انت تمشي بالكوش، والاخر جايب له شهاده طبيه بتاع البنك المركزي هذاك النابلي مصطفى كمال النابلي جايب. شوف 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 يعني شوف العباقره. هذا ياخذوا كيش استأمنوا انت باش يقدم ملف بتاع تونس لبرا في اي جهه. جايب ملف قال لك انا صحتي لابس عليها ويوحي ضمنيا ان صحه الرئيس مضروب. وقال لك الاخر كذا. ورينا يعني ورينا اشياء، رينا اشياء يا حبيبي. شكون قاعد حي شكون مات؟ انا يعني قلت لك يعني كلهم ماتوا. قاعد الباجي وربي ان شاء الله يطول في عمره نهارين اخرين لين فماش مسلك هان. ماشي ونحن في حالتكم يا حبيبي.
في حالة يوتم شديدة. فماش حتى وحيد هكا طالع يوسف. وين اللي طالع في اللي طالع؟ يوسف الشاهد. يوسف الشاهد هذا مازال مش سياسي، هذا يعني في الإدارة الآن، رئيس حكومة حبيبي. يعني هو عملت راي في سياسة، ما وين السياسة؟ شنو سمعت؟ ما عندوش حق يعمل سياسة. انت تحكي هكا خاطرك تحب الباجي وسندته الباجي. لا نحب الباجي، لا يحبني الباجي. انت سندته الباجي. ايه سندته وضربت عليه بالبونيه، لكن كفعني الباجي جزاء سينيمار. تعرفوا سينيمار؟ راح نقول لك عليه سينيمار. سينيمار مهندس كان تاع بناء في عهد الروس وفي عهد الفرس، عمل البنيه خارقه العاده. وقال للوزير، قال للملك اللي عمل البنيه، قال هذه البنيه خارقه العاده، والوحيد اللي يعرف اسرارها كيفاش تدخل وكيفاش تخرج هو انا، وراح نوريهم. هو وراهم له، وهو دز من فوق، من فوق جاب فلس، جاب قزاز. الو، لانه باش ما سر القلعه هذيك لا يطلع عليها حد. انا وقفت عندك معاه. سر الباجي معناها؟ انا سر الباجي شنو سر الباجي؟ سر الباجي معلومه. انا وقفت معاه، يعني محيطه، دائره المحيط، محيطه من محسن مرزوق، من رضا بالحاج، من كذا 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 كذا، يعني معناها منعوني لدخول القصر وعملوا سياج. يعني سيجوا به بالهذا السيد هذا معناها الباجي ضدي انا. نوصل انا هالكتاب هذا اللي تحكي عليه هذا ريتو سيب. اسمعني اسمعني، يعني تونس الكتاب التوانسه كل شراوا لهم من كتابهم الا الكتاب هذا، مش من وزاره الثقافه. اتصوره تصوره بالك شيء تبيع في البيران ولا حاجه. والله يا ريتو سمحونا، يا ريت انا قلت اللي ينتج في الخمور والبيره وكذا كذا. يا اخي سندنا، علاش ما نسندناش؟ هذا الكتاب يعني يثقف المخمورين والخمبيرين ويجعل ضميرهم مرتاح وهم يستهلكون هذه الماده المحرمه في العقليه الجماعيه. ولا احد منهم هل ياكلوا في البلاد وحدهم؟ ما خلوناش حتى نفس معاهم. هل انت الموقف بتاعك مع الناس هذوما كاشخاص يعني بيرسونيل، ولا خاطرهم دي زون بوليتيك وصاروا لك معهم صراعات مثلا كيما الباجي كانهم نداء خدموا بك وطيشوك؟ يعني بينا زاده عملوا معايا نزاله مش معقوله. هؤلاء شنو هذا؟ يعني انا ما طلبتهم حتى شيء، انما ضيقوا لي حياتي. الباجي طردني من القناه الوطنيه، يا سي عمل عليا خطاب، حضرتني وتوفيق بن بريك مشي رضي بالحاج قود له وندري اش قال له. كان الباجي ما عنده ما يعمل يتبع في حسن بن عثمان. اذا يعني قال الباجي هذا تهيج، كي يقول عليك رئيس الدوله تهيجي، تعرف شو يحصل لك؟ يحصل لك وين تمشي يقول لك يا تهيجي ما عندناش وقت ليك. ما شنو؟ ورست يعني خوك درجة كلمته رئيس الدولة اليوم معناها العباد سيدي تيتا رئيس الدولة. لا ودي نحكي في القناة الوطنية طبعا كلمته ومازال تخدم كما هي تخدم مالي شنو. والوطنية هم يعرفها بالقدي، الباجي يعرف العلام، التونسي يعرف الوطنية ويعرف التونسي سبعة اللي هي مازال فما واحد في نفس الوقت يعادي نداء ويعادي نهضة فرد وقت وبنفس هكا. لا ودي ما انا قلت لك من الاول، يعني هو شنو نحن وقفنا معاه مجانا لله في سبيل الله. شكون انتوما؟ نحن يا حسن بن عثمان، نحن حسن بن عثمان، نحن حسن بن عثمان. كي نوقفنا يوقف جيش كامل معايا ماليش ناوى. بقول لبنان اخي كيفاش؟ هذا الرجل جاي يعني وكذا واتهموه في مداركه وفي وجوده وفي صحته وفي اخلاقه وفي خمرياته وفي غير خمرياته. نحن وقفنا معاه يا بابا، اي نحن وقفنا معاه يعني تلقاء ذواتنا بلا اموال بلا اجر. شنو المكافاه نتاعهم؟ جماعته اللي دارين بيه بالقصر. ايش حبيت من عنده؟ انا ما حبيت شيء. مالا الواش مسيلو القصر ما انا ما حبيت شيء، ما حبيت شيء. نحكي لك انا جماعته يعني دوروا يعني جماعته قالوا يعني هذا عنصر تخريب وهو نساء. انت حبيت ان صرت ماما تتقرب تولي؟ ودي وانا تقربت انا حبيت اللي نقابلو وكان متاح تحت يدي خناية. وانا علاش حبيت تقابل؟ اسمعني اسمعني انا شوف، هو طلب نحن قلنا لا كما يحكي هو على حلق البي. شو يعني انا حنا نمشي له هو ولي راجل غريش نقول له قبلني؟ أنا هاني موجود واللي عملته يعني مسجل. وهذا السيد يعني من كان يسمع به وبكتابه الأهم والمهم في ترجمته العربية، عملت له تقريبا يجي ستة ولا سبعة يعني حلقات في جريدة الصحافة. هذا الباجي قايد السبسي مش شنو شكون؟ قبل ما يولي رئيس. قبل ما يولي رئيس، وبعد ما ولي رئيس قلنا يعني ربي نبنا ربي بالبلاد. له السيد هذا كصديق اعتبرته شنو؟ يا ودي أنا اعتبرته أنه الحمد لله البلاد هذه نقذت، لأنه كان خليناها بين أيدي المجانين والتراتيري راه يدمرها البلاد هذه. تراتير شكون؟ تراتير الترتور الأكبر. أخي ما تعرفوش الترتور؟ تحب الواحد وضح لي برا أخي. يا أخي فما في معجم العروس، لا معجم العروس الفرنسيس نساب منصف مرزوق، منصف مرزوق اللي أصبح محمد محسن مرزوق، زاد محمد بعد بولا رئاسة باش يتقرب يعني يتملق الحس الديني للشعب التونسي. يبقى يعني مسمينه الترتور،
وكلمة جديدة في اللغة الإنسانية تي. نحن نحكيه على هذا الترتور. إذا يعني البجي هذا أنا قلت لما ملك عم ما أنا يعني رجل يعني هو يعني بادرني بالشؤم واللؤم. وأنا يا أخي ما عملت ما حد شيء. قلت ليش حبيت من عند البيت؟ ما حبيت شيء، أنا ما حبيت شيء. أنا قلت لك فرحان أنا البيت. يحسن عايش خويا عبد ماشي الرئيس بيحب شيء. ماشي أنا ماشي قلت لي ما دخلونيش ما قبلونيش بالقصر. قلت لك هكا يا حبيبي أفهمني. هاو عندي تسجيل توا. يا ودي باهي زيد ثبت الروح ما يقلقنيش تو ثبت. مو عندك التسجيل عارف. اسمعني حبيبي اسمع ايش قلت. بالله اسمع ايش قلت اسمع ايش قلت. يا ودي أعطيني زوز قهوي نحبه يركح بالقديه. إيه هذا هذه مقترحات جميلات صحيح. قهوة إلي بنينة ياس. لا خلي يركح مخك باش تجاوبني. إيه خاطر إيه قلت لي في في سخنت هكا وقلت لي ما قبلنيش ما نخسر. ما قبلنيش مش ما قبلنيش مش ما قبلنيش. هذا السيد يعني معناها جمعته دوبا شدوا 2005 ماني سميت لك محسن مرزوق. محسن مرزوق عمل 2005 أول لقاء على الشهداء التوانسة. الشهداء نتاع الثورة والشهداء نتاع ذكرة البلاد. يا خوله مرحبا وبيك. شنو القهوه اللي عملتيها لنا؟ قهوه لذيذه كيما سيادتك. قهوه من دايتي. تبارك الله يا خوله. سعودتي علاش هكا؟ قهوه يا حبيبي شنو؟ طبعا في زوجتك الجنرال نتاعك في الدار شبه باش تحاسبك على المومون هذا والقصور. متفاهمين عندك 10%. يا ودي نايم زوجتي عندنا 30 عام كي تجي الخوله يعني كريمه جميله زوجتي ما تحسدهاش صدقني. فهمتني على كل حال ما تدخلش في الفتنة أنت مش بهيلك هذي. فهمتني تسمع فيه حبيبي به عندي أنا قلت لك اسمعني عمل هذي ما حبيت تجاوبني ما حبيت تجاوبني. محسن مرزوق مسميني أنا الشهيد الحي. عمل الشهداء ما جابنيش أنا السي محسن مرزوق. نحن وقفنا معاه قالوا راه يخلص فيكم محسن مرزوق. نحن ما خلص ما أعطانا حتى فرانك ما حد يناش حتى تحية رمزية. هذا محسن مرزوق ما نعرفوش ربما دخلت له فلوس كلاهم وحده ما عطوناش فلوس شنو؟ ما نعرفش عليه. ما هو الحمله الرئاسيه قال لك هو كان قائد الحمله الرئاسيه. لا توا انت معناها دخلت في الحمله الرئاسيه وتمعت باش يعطيوك فلوس ما عطاوكش. يا خويا اشرب قهوتك تتفيق ونحكي. اسمعني انا الغباء هذا راهو متعود بيه. غباء نتاع شكون؟ نتاع سيادتك. انا الغبي الغبي هذا شو تقول لي يعني تحب تاخذ فلوس؟ انا فلوس انا كان حبش لو سمحني توا تقول لي غبي نقبلها منك ذيفي مثالش. لكن انت تغطي في الغبي نتاعك بالغبي نتاعي هبش تقول لي كيفاه. ايص صحيح جميل خاطر حصلت انت وكنت تعيط وكنت تشعشع تشعشع وانت كي تبدا في مركزك القوي تبدا تشعشع تعيط ما شاء هذيك يحركوا بها صح. ايوه أنا في بالي حب أحطها في بلاصة في الفنجان. حسيتك تحب تحطها في بلاصة هكا. عجبتني ظريف. شوف صاحبي ما يقول لك لا 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 ميور ديفونس سي لاتاك. أنت وحلت في هكا لحظة وقلت مشيت له قلت لك علاش مشيت له قلت لي في الاخر مرزوق ما حبش يخلصني علاش يخلصني. شنو هو تو أنت تسمعني ما تسمعش؟ انا ما مشيتلوش وما مشيتلوش ولا اطلب لقائه. هي وكان مشيت له انا حبيت اسيدي اي كان او حمل اعطيك خبر كان ثمة لقاء بيني وبين البجي يعني سيعقد وانا فزته عن طريق يعني شخصيه كبيره في القصر او موجوده في القصر. انا فزته انا لانه انا ما لا اريد ان اشخ بلا علاش تشكي سامحني يا ودي تونش تو تفهم فيا اش عملت. قلت لك ضيقوا لي حياتي بعد ما طلع الباجي قال سبسي شد واحد تو ما تفهمش شد مني شد الرئاسه انا دمروا لي حياتي جماعته اللي شادين هما البلاد في تعارف مع الاخوانجيه. يا خويا انا نبذوني من النبيذ نشرب في النبيذ قال لك منبوذ. انت تشرب نبيذ؟ يعني نسمي بسم الله هناك نشرب اي سائل مستوى حتى نشرب بسيادتك راه ما عنديش مشكله في الشرب. عندك مشكله انت مع النبيذ؟ انا انا ما نشربوش اما اللي يشرب صحه ليه وموره يا بارك الله فيك ربي يكثر من امثال انا اعطيت القهوه تعرفش علاش باش اللي يكثر من امثال سيادتك اللي ما يشربوش فمش بيرخص لنا الشراب. عندك عندك مشكله مع الاعلام التونسي؟ خلينا عندي مشكله كبيره ما نشاوي يعني ما عنديش مشكله. شنو هي مشكلتك؟ هاي خلينا نحكيوا هاي الكاميرا. فوالا بالتاسع عاودي طالع على انا كنت جاي الاخوان جاي دوبا جاي اسمعني بكسلتي هاهم جاوب قلت لك وين الكاميرا جاوبت لك الكاميرا دوبا جاو دوبا جاو الاخوان يا ودي هيك الكاميرا باه دوبا جاو الاخوان جي قلت له هيك الكاميرا يعمل هكا دوبا جاو الاخوان جي ما الذي حدث دوبا جاو الاخوان جي انت سايبنا من الاخوان جي دوبا جاو الاخوان جي سموا الاعلام التونسي اعلام العار. بعد سبع سنين تحولنا من اعلام العار الى اعلام الدعار.
صفا صفا حبيبي. هذا هو. فسر لي يا حسن. شلون فسر لك؟ فسر لك يا اخي، يعني كنا نحن يعني في اعلام التونسي شويه كذا كذا، ومنا غادي متين مشى منا كذا، وهو يجيبوا لنا يعني شطحات وشطحين. الان يعني عمموا الخلاعه والرداءه والدعاره على كل المنابر تقريبا، واصبحنا في تونس كامله نفتقد الى برامج يعني ممكن تفرجوا فيها الناس دون شعور يعني. طيب والله شو استغرب فيك، فما سكيزوفريني. تو كلامك عجبني. يا ربي يا ربي، ايش بيك؟ تعبتك؟ خلينا نحكي معك. وضح للشعب شكونك يا اخي، من انت يا اخي؟ هاونا نعطيك بتختارين. نقول لك من انت هنا، تنقول لك من انت وصل. ابعد عليا انت، هذا حسن بن عثمين. رجعك انت انا ارجع. مغصه هنا، ما تصفقش عليا. مغصه هنا، مغصه مغصه. وطلع لي الحلقه اليوم عملت لها جهني. انت جهني والله بالعكس، مستحيل يا رجل. اقعد شنو تهز؟ شنو العبيد هذا؟ الحلقه عملتها لي الامي هذه. انت يقعد خايف ايش بابا؟ لا 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 لا. اسمع نقول لك يا حسن، ديني وما نعبد وسد والبلاي تعدى الا ما نحكي صار بيناتنا. لا 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 لا، حرام عليك. كيف البلاد تنعرس وبمعنى؟ لا لا انا بولادي سامحني، ماهوش 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 ميسيون. ساتيت معايا ولا ما ساتيتش؟ اسمعني 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 اسمعني. انا ما عنديش مشكله معك، انا عندي مشكله مع نصيف. ليه 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 ساتيت معايا في السيف بوك؟ نصف بالنصف. ولا ساتيت معايا في السيف بوك وقال لي جو تيم صلح غلط. اقعد 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 اقعد، عندكم مشكله في الدور. صلح غلط وماهوش ميسيون تاع مشاكل. سيدة تعني إسرافية يا حسن مسكين. يعني قبيلة من النساء مش ملاك. هو إجا هاولي أعطيني مسيك خندق الحلال وعلى ديين. الله الله صلح غلطك معايا. تجايبك لي يا أخي تشنية تفنسي. أنا أسمع، أنا روحت وجيت يا لطفية. أنا تتيح لك غير محبوش. عايزك عايزك اما خلينا نكمل الميسيون تاعي. ما عملنا ميسيون معاك حلو. جوك باهي حتى يصلح غلط. سيب نصلح غلط. هي الغلطه تاعك ابعد. تنسي تنسي قالك تنسي. لا 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 ما تمثلها شيء، ما تمثلها شيء. في الكلام البضع مش النص. ها خلي صلح غلط. تلعبني بشرفي سيب لحد. الا توا اقعد غادي. هذا الكل باش يتنحر. اهو هذا كل شيء تقص. ما يتقص قص ولا نقص لك. اسكت حالك. نضرب احسن على الكلام اللي تقول فيه انت. جايسه السيعه حسون. مثقف انت تخليها تقول لك هكا. انا مسامحتك. معلم عسل. انا مسامحتك. باهي بعد له ال اكونديسيون يا حاجه. بعد له الوحدين. يهمك فيه. يا اخي مالف يعرفهم. يعرف يعرف. يعرف كل شيء. حبيبتي. حاجه واحده. Je veux conclure mon histoire d'amour avec toi. Oh! اسمعني. زي علاقتك بالسيدة ذي، شنو صار ما بيناتكم يا حسن؟ مخادنة مخادنة. شنو اللي مخادنة؟ مخادنة. عقب نص الليل تقول لي بونجور وسالي وبونسوار وبعد تقول لي مخادنة. قالك قالك شنو لابسة؟ قال لي قال لي حل الكام. شنو قال لك؟ قال لي حل الكام. قلت ولا ما قلت؟ ايوا علاش فضايح توا انت؟ ودخلتي بالفو بروفيل واحد اخر سكسي بوي ولا هيا نزيدكم. قالك اللي ما عندوش شيء تكذب هكا ولا ليه؟ رايتوه الميز وهذا. لا ما لا لا خيط خيط خيط. لا شو خيط خيط. اسكت انت يا مزختر انت. اسكت. رايتوه الميز وهذا. شو الفاريس ديبلوماتيك اللي عندها؟ شو الفاريس اللي عندها؟ تقول احناش يا حسر عليك يا حسر عليك. قالك فاريس. حاجه حاجه بربي اللي انا عندي الفاريس. لا لا عازبك طولك انت، ما رضعتش مليح في صغرك انت. انا خرجت منها. انا خرجت فيك تغزر لي. انا خرجت منها. شنو خرجت منها؟ خرجت من الموضوع. هي سحبتك. يطلعش ولدنا. ما تقوليش، خلي امورك بست الرب. على خاطر ملي ساتيت معاك نحس في روحي نتبيوع. لا 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 ما نقولش بيها، هي يعني تحلت. الحمد لله يا ربي الحمد لله. انا نتيجه فساد الاعلامي معناها. شلون فساد اعلامي؟ يزي يكذب عليكم. قالك دراس نوا قالك كذب وسيسه والاخوانجيه ودراس نوا. نعملوا ورقه عرفي نصلح حتى لك يغضب طباك وكريستال ونبي موليك. يا مزفتر سعرك انت هذيك.
كبك بوب. انا مدام عزيزه، مدام عزيزه او انا باش ن تعطي مدام يا حاجه. حاجه يا مدام. امي 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 ماني سمك امي. عيط نانا، عيط نانا. نانا 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 انا لقيت لك حل ومش باش يتكلم معايا. مبروك عليك زغرت. لا لا حتى نجربوا. وي حتى نجربوا. لا بلاش ترجيع. وي يا غلبه كي يطلع عادم. كي يطلع عادم. اسمعني يا طفله، اسمعني يا طفله. شنو يعني جبنا امورنا مريقلين؟ هزوا الصليح التلفزي يا حاج. ايه عادم الزن عادم يا حاج. شوف المنتوج. هزوا الصليح التلفزي بدل له لونتين كان يطلع عادم. ان شاء الله انت قلت. ما فما وصفه زاد. يا اخويا عرقتني هذه هزوا علي يا اخي. جاه ربي. والله. مش معقول بعد نحلوا مشاكلنا. اي انا نستنيها لبرا. مبروك عليك ترى باسل ما يروح كان معاك الليله. مبروك. اي مبروك على الحاجه. مبروك على انا زغريتها. زغريتها وعليكم. خلي نروح. اي احسن دزني خنقوم يا باب. هاي ما عادش سايب بليتك ترى من المشاكل لعنه الله. ترى رادش. اي بوسه نتاع بوسه نتاع المغرب. سايبها خليها راهي. جايبك. لا 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 انت ما انت ما عصبين. لا ما قالش ليه هو ما يقولش ليه. لا بوسه مش مش قضيه بوسه. كاو اذا كان الحد بوسه مش بوسه تمشي تطوري الموضوع. عصبين. اعمل فاصل خلي يا حاجه. يا حاجه فاصل. فاصل اعمل فاصل خلي واصل. فاصل فاصل خلي واصل. الله لا تفضحنا. ما لقيت لي كان خالتي هذه. مش انا. ما شكون؟ والله لاني انا. اللهم صل على النبي. اه يعني حلفتك. انا حلفتك وما نعرفش ديما وما نعرفش الصاير ما بيناتكم وما نعرفوش في الفاصل الصار. انا مو انا في الفاصل حد ما راس صار ما بيناتكم. انا ريت. ايش ريت يا ودي؟ انت طلعت رضعت من الاخرى ولا كذا؟ تعرف عليها تقلبها لي انا يا ودي. انت طلعت بعظمتك او بجريمتك. انت قلت له حلك وريني. تي عاد شبي انا نحب نشوف. اسمش توريه يا ودي. نحب نشوف. انا نحب نشوف هكذا كان. ايش بيه؟ باهي الواحد يشوف. ايش بيه؟ نجموا نكملوا ليميسيون يا اخوي. على كيفك. انا فديت. انا بصراحه ما عاد ما بقى فيا شيء بعد الشيء هذا. النوع هذا يا اخي نوع الكاتريال القدم. انا كاتريال يا ودي هذا معناها يعني سيميري مور كاسل. شفتك النوع هذاك حبيت لها. جاتك سبيسيالمون ليك انت. حبيت لها قبيله من الرجال هذيك. عندك اقوال ماثوره باش نمشيو لفقره اقوال ماثوره. عديت في الوطنية وقلت عنا أزمة متاع بهيمة. عندنا فيضان متاع بهيمة. صحيح قديمة هذه. تتذكرها؟ والله قديمة هذه. يمكن في شهر فيفري 2011 مع الأستاذة أمال الشاهد وهي صحفية في القناة الوطنية. وين وصلنا في بهيمة بعد هذا؟ نحن الآن يعني فات بعد فيضان. فيضان تغمينا وهزنا الواد الحقيقة. إذا كان بكري ما عندنا فيضان متاع البهيمة. الآن لا يعني الحقيقة يعني ما هزنا الواد الحقيقة في البهيمة. شيء من وراء العقل. شنية اليوم تونس قبل ما نكمل ونتعداو الفقرة أخرى؟ شنية اليوم تونس؟ لا تونيزي إيديال متاعك شنية بالحاكم متاعها؟ بشكون النجم يقعد يعيش معانا؟ شكون ما يقعدش يعيش معانا؟ أنا كل الحبيب يقعد يعيش معانا. أنا حتى الإخوان جاية؟ أولاً خلي بالك إخوان جاية إيش معناها؟ أنا نقول في تونس راهو الشعب التونسي أغلبه إخوان جاية بما في ذلك أنا. أنا أيضاً عندي إخوان جاية أتسارعوا معه قليلاً. مش ناو تخرجناش من دين الاسلام يا حبيب. انا اش بدخلني؟ اي معناها شنو خاطر مشاور هناكمش على اسلامنا؟ مشاور راجل غنوشي معناها انا مش مسلم. يا ودي مسلم ونحب الاسلام والاسلام هذايا هو فخر البلاد هذيا وهو هو هو روح مش شنو. واللي هو باش يقسمش على شيحكم في البلاد ما هو يحفظ شويه ايات قرانيه ودائما يستعملهم بعمق ويعصر ويحطهم في بلاصتهم. ورجل مسرح في هذا الموضوع وعنده هالجانب الروحاني. شنية اليوم لا تونيزي ايديال متاعك؟
تونس اللي ديالي انا بصراحه لا ابحث عن تونس المثاليه. إيه المثاليه كاتب فرنسي حسيتك اللي ديالي انا لا ابحث عن الديال في السماوات العلى. هني هني في الارض في تونس في تونس في الأرض. انا بالنسبه لي ما يحدث الان يعني هو لابد ان ندفع براغماتيه. ارجوك 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 براغماتيه. تونس الان لابد ان ندفع يعني لمزيد اصلاحها خاطر هي راهو نموذج استثناء. يلزم نفهم وش معناه استثناء. ولكن نتكلم بحده حتى على الاخوانجيه. انا اريد ان استرد رجهم لكي يخرجوا من جحورهم وسجونهم الذهنيه. ويجوا يجوا يتحدثوا مع بعض ويجوا يشوفوا لعله نلقوا حلول مبتكره يعني يفيدوا بها العالم العربي والاسلامي وكل مسلم في الكون. سمح الناس اللي قاعده تتعدى الكل وقاعده تعلق وقاعده تتكلم منها من المنشطين من الفنانين لا واحد في السبع سنين هذوما فكرنا اش عملنا باهي. زاد يا اخي علاش كانت تطيح القوايم وتطيح معناها هكا تطيح المورال؟ اش عملت باهي تونس اليوم؟ نحن انا كالكبار كي نسافر يا حسن نلقى روحي متميز برشا كتونسي على البلدان العربيه الاخرى. انت متميز قبل ما عملنا ولا لا؟ لا 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 معايا هكا اللغه اليوم عندنا اليوم اللغه هذه ما تحكيش معايا بالضبط هكا عايش خويا. اسمعني علاش ما جبت لنا شيء ثوره ثانيه؟ نحن كل اللي جابات وتريف مكاسب بين ظفرين مهدده مهدده. راهو ذيك الناس ماهمش يودي حتى في فرنسا مهدده وامريكا مهدده. لازم الشعب يدافع على روحه كيما خرج لوكاتورز ودافع على روحه. القياسات هذه غالطه ومضروبه. اولا لا يمكن قياس تونس على فرنسا ولا المانيا ولا اي بلدان غربيه. هذا ما عندهم 200 عام من الحداثه. يا ودي القياس على العرب هاربين بهم. العرب هذاك حاجه اخرى. العرب تشبيك اليوم انت تنجم تتكلم. يا ودي تعرف تتكلم على الرئيس. يا ودي تعرف انت تتكلم على العرب تتكلموا على العرب. تنجم تعملها هذه في مصر؟ انت تنجم تعملها في مصر؟ اسمعني اسمعني. لازم اليوم تخرج تقول السيسي هكايا في مصر؟ تنجم انت مالكش تتبع. انا نتبع. اسمعني تنجم تعملها في مصر؟ تهربوا الكل. يا ودي مصر الكبيره العظيمه يزي احشموا ارواحكم. اي احشموا ارواحكم زح. يا رايل مصر يعني بلاد عظيمة. يا ودي ما قلتش جابت عظماء كتاب عظماء مطربين ولتوا انتم دوروا دوروا تمشوا لمصر تقول لي الديمقراطية. شوفوا الكويت هاي الكويت هاو برلمان الكويت. يا اخي نحن لازم من الوقاحة المجانية ومن الاعتداد المتضخم بالذات. اهدوا 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 التوانسة يهداوا شوية حتى نفهموا بعضنا شنو ما كسبنا. انا ادرك الذكاء التونسي أعرف وين البصمة التونسية الخارقة لهذا وهي هي تجلت في الثورة هذه. كما الآن ما عملناش حرب أهلية دموية عملنا حرب أهلية باردة باردة ما فيهاش نار ما فيهاش تخان فهمتني. وفي الشعوب العربية الأخرى دمرت كلاو بعضهم يا حبيبي. هذا نحن يلزم نعرفوه ندركه ونبني عليه. صح نبني عليه به. فما كلمة مأثورة فيها البصمة متاعك باش نختموا بها الحديث هذوما خاطر تعدينا من بعد وخرجنا. الو الو فسر لي صاحبي. انا ملي شوف انا عملت ثلاثه مصطلحات ولا اربعه في الفيسبوك بالعاني هكا باش نشوشهم. مثلا نقول له تا 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 حول حول ماك تعرف هذه حول هي لفظ بوليسي. لفظ بوليسي حول نتاع تركي ولكي نكتب معلومه واللي نكتب فكره واللي كذا ونحول هذه مثلا نصنفها اداريا فكره نتاع اصدقاء مثلا نقولوا راه ورينا واحده جميله وكذا وعينها غزله وعين شيء غير ناجح. الو يا ودي اسمع. الو وفما الو معناها اسمعني. اي معناها كانك يعني تعمل في المخاطب. وثم انا عملت ايضا وحدوه يعني معناها انا نعرف برشا ناس يعني كي تقول لهم وحدوه كانهم مسيتهم في من بلاصه يعني معناها يتهمزوا هكا فهمتني. ايش بيه نحن نوحد والله يا اخي نؤمن بربي سبحانه. لا ما خاطر فما طريقه سا ديبون كيفاش تقول. انا نقولها وحدوه كيما كالدراويش بتاع مصر تعرف. ناس يتهمزوا ناس يتهمزوا كي تقولها باستهزاء كي تقولها نورمال. هذيك انا حم نقعد في النوايا النوايا الكل مقعمزه راح في تونس. ونحن يعني انا الطاقات بتاع البلاد هذه نحبها ايضا ونحب دائما ادعمها. وانا احيانا جهدي موزع مجانا ولازم انا جايه للسيد هذا مجانا يوم احد وكذا ومع لطفي انا ومع مع الناس اللي تستحق الواحد ان يوقف معهم نوقف معهم. اوكي ميرسي عليك. ونحن عملنا معك شو باهي ربي يخليك. وقبل ما نكملوا باش نكلموا بحاجه سمباتيك عندنا الربريك نتاعنا اسمها قول كلمتك. رجعنا الربريك نتاع قول كلمتك. انا راجل نعرفك راجل تقول كلمتك راجل ما تسكتش راجل كلمتك مسرح في الكلام عندك ليزونس فيربال سهله ياسر. بارك الله فيك في هذا الشيخ. شوف اللعبه سهله ياسر كل واحد منا باش يهز ورقه
وفي قلب الحديث ونحن نحكيه في موضوع بانال، نجم نحكيه على دنيتنا، نجم نحكيه على نسأل فيك سؤال مفيد، الكلمة باش تطلع لك لازمك تقولها في الحوار باش يصير ما بيناتنا. وانت حاب تقول الكلمة تطلع لك في الحوار توا، تغزر الكلمة وتبلاسيها وقت تحب. واضح؟ أنا خذيت كلمة، خذ أنت ورقة زادة. يا أخويا أنا بالنسبة لي يعني أنت مارست نوع من الفنون النادرة هو الرقص. أي الرقص. وأنا يعني أحيانا نتبع شوية الرقص ونعرف يعني مثلا يعجبني مايكل جاكسون وتعجبني مادونا. يعني في حضورها الركحي والراقص احنا ما عندناش في الغناء العربي يبدو لي، يعني مش بالحضور ذا العجيب. انا باش نجاوبك على كان كنت تراود بعد ساعات اماكن تروح منهم، معناها في حاله انك نوعا ما فاقد لوعيك، في فقدان الوقت هذا الوعي ذاك، طل من الشباك، طل من البرمقلي، طل منين طل؟ طل المسطح، منين يجري الفال؟ طل المجاري هذيك شلون طل؟ وين اسم دوار اخرى؟ اي معناها ايش هاي كلمتي حاضر انا؟ انت وحتى انا كلمتي حاضر. اي بقول لي منين طل؟ طل انا في العاده يعني وقت اللي انت تسالني يعني بعد منتصف الليل وكذا كذا، انا عندي ادويه رعوانيه استعملها، استعمل مثلا العسل بشويه ماء سخون وحط فيه شويه سكنجبيل وتكون الامور يعني هانيه. معناها انت كي تستعمل الادويه ذي اللي هي العربي فما اللي يقول لك مثلا ادويه ذي تطير الثمله، فما الادويه يقول لك استعمل البصل، فما اللي يعطيه مثلا الصباح يعطيه يقوم ياخو اسبيرين ولا سيدرجين ويكمل ياخو نوع من النبيذ باش يكمل بيه. وانا نعتبرك انسان تقطوقه يعني. يا اخوي الله يتقفقك ان شاء الله. يقول كلمتك كذب دوار اخرى، كي توفى الكلمه نتاعك كذب دوار اخرى مثال شيء باش يطولوا علينا، ذي باش تقعد نهار كامل. اي يا اخي ما اسمعني، هو يعني هذه الامور راهو لازم نفهموا، عندنا برشا اكلات تونسيه كانت تابع الكمية هذيا. شنو فقدناها كي ذهب اليهود، لانه الخمر في تونس لا يباع للمسلمين راهو لحد الان بالقانون التونسي، يباع للطائفه الاسرائيليه فقط لغير. في تونس؟ اي نعم. ونجموا نقولوا مثلا فما زاد اللمبوكا ما تتباعش للمسلمين ولا تتباع؟ اللمبوكا يعني استنى اللمبوكا يعني معناها تتاكل مع المفاومه. كي نحن حكينا في حكاية الماكلة ومازلنا نواصلوا في الماكلة، خنشوفوا اليوم شنية حكاية المثاومة. المثاومة هذه قلت لك فما كانت أكلات يعني يهودية تونسية اندثرت توا تقريبا، فما البقيلة، فما المثاومة، فما العقد، خاصة العقد هذه يجيبوا متاع ثورة كايم عليها قديم متاع ثورة ويطبخوه، يعني يطبخوه يرخخوه هكا يطبخ يعني يقعد 12 ساعة يغلي ويحطوا له أيضا يعني الكمون وكذا، حاجة لذيذة جدا تولي الدماغ نتاعك كاين رادياتور. اي انا نحب ابار الدماغ نتاعك، الدماغ نتاعك يولي رادياتور حليل، يا تنفخ كبير يا تولي ما عادش تحب توري روحك ويزمك تلبس كاسكيت صاحبي. تعجبني اغنيه ميحي مع الرياح للشادي الحاجي، وين تميحي؟ ميحي مع الرياح هذيا معناها كيما تقول انت انساني ميح مع الاحزاب، ميح مع الناس الكل، ميح مع شتو يعني كيما قلت هذيك انت في المقدمه قلت لي كيفاش قلت من دور ودور ميحي مع الرياح. انسان من دور ويدور نورمالمون في الاخر يطلع مريض بالروماتيزم. يا لطيف يا لطيف. لا احسن برافو عليك، عدينا معاك، كنت انسان صريح وتكلمت من غير حسابات من غير بوندوات فاكر ايضا ومن اصعب الضيوف اللي جاوا. ربي يخليك خير، بارك الله فيك.